الحمد لله رب العالمين ما هي متقاضة الحمد لله هي الله يديمها من نعمة. انت باه وباه مو فيك مو فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الحمد لله. مو اخبارك؟ بخير. بخير الحمد لله. بخير الله يسلمك. الله يعافيك. مستأذن من الدوام عشان هذه العلوم الطيبه اللي جايب لك اياها. انت ما جايب لي العلوم الطيبه، جاي تغصني. انا انسان شايب وبا تقتلني قبل يومين. انا اعرفك تراني. الله يهديك. واحد نوبه يقتل ابوه. اعرفك انا ما تجيب لي غير مغثى. سير جيب لي القهوه. سير تبرد تراك من عين العوينه. جاي تبرد اجا مو اخوي. لو ما عين العوينه اخوي انا معدي كان باقي شنب شو اسوده. هو من عين العوينه. الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله طولة العمر. انا من اليوم سوي لي الكسه معك من البر. سير داخل. سير داخل. سير سير ستايل ترى توذا. ستايل مال الكبير. ستايل مال مو ذا ستايل ذا. جبت تراك الوالد. ايه زمان ذا ولدي زمان شايبنا ذا. ها؟ وجاب علومه مو خلا. علوم طيبة ان شاء الله. علوم طيبة. تفضل قهوة. قهوة. يلا بسم الله. بسم الله. بسم الله. الله يسلمك الوالد. انا جالس في الدوام اتصفح الجريدة وشفت هذا الاعلان وقلت انا لازم اروح ابشر الوالد. ما شاء الله. حيوة. انا حاسس ان الاعلان مال اراضي. اراضي مال مباه. الله يهديك. هذا اعلان يتحدث عن الفحص المبكر ما قبل الزواج وخاصه يا ابوي لقارب. تو انت جايني من يوم الصبح وباه وشال الدنيا في حلقك واخذ جايني عن الاعلان المبكر. ما هو ذا الاعلان المبكر؟ ما اعلان مبكر يا ابوي. فحص مبكر. فحص مبكر. اقولك ولدي تسمعني وما تسمعني. تفضل ابوي اسمعك. تفضل خذ. احنا الفحص المبكر بتقول به احنا حيايينا وحيد لنا عرق ما حبوا سووا هذا الفحص. تزوج امه وكل واحد عنده 30 و40 جايين انت تقول لي نروح نفحص وبعدين ما اقدر. انت اخوانكم في انت واخوانك فيكم شيء؟ واحد راسك انه خفير؟ ابى اسالك بسؤال. شوف راسك حوس؟ بس يا ابوي هذا الفحص يساعد في حل كثير من المشاكل الوراثية. أقرب مثال عندك أولاد عمي كل يوم طايحين في المستشفى. يوم في البيت أسبوع في المستشفى. يومين في البيت أسبوعين في المستشفى. ليش؟ لأنهم ما سوي الفحص. اسمعي يا ولدي هذاك المرض وفيهم ابتلاء رب العالمين. قدر ومقدر صح ولا ما صح؟ ونعم بالله. إذا مو بعد باقي. الله يهديك يا أبوي. فهمني. الله يهدي الجميع. لكن فحص وغيره ما راض عليك تي تفحص. باكر احنا سائل عن عم خميس مو تباني اقول له ابغى تفحص بنتي بنتك انا وبعدي. يا ابوي ماشي يا ابوي هذه السوالف ما تمشي عندي انا. سير دوامك عن فنشوك. سير دوامك. بس يا ابوي ماشي. بس انا سائل قهوه مع الشياب في السبله وغير ذا الكلام. ماشي عندي حالك. باكر تتجهز سير نخطب وخبر امك. فحص ما فحص انا ماشي عندي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا تو كيف اقنع ابوي يا ناس؟ كيف اقنعه على اساس انه يخليني اروح اسوي هذا الفحص؟ لكن لازم انا اشوف طريقة. يا استشير حد او انه اخبر حد عنده فكرة او انه اروح عند الطبيب. المهم لازم اشوف طريقة عشان اسوي الفحص.
دكتور، أنا الأسبوع الماضي قريت فحص ما قبل الزواج. واليوم جاي أطلع على النتيجة. إن شاء الله. صالح؟ نعم دكتور. كيف حالك؟ الحمد لله. ما أخبارك؟ أشكر الله. الله يسلمك. الله يحييك دكتور. في الحقيقة يوسف إني إن أخبرك إن النتيجة طلعت مالك سلبية. نعم دكتور. النتيجة مالك سلبية وهذا غير آمن للزواج. كيف يعني دكتور؟ ما فهم. هذا أنت حامل المرض الوراثي والبنت كذلك حامل المرض الوراثي، هذا يعتبر زواج غير آمن. يعني أنا ما أقدر أتزوج هذه البنت؟ لا، الزواج غير آمن يعتبر. كيف يعني ما أقدر أنجب أطفال في المستقبل؟ لا، لأن لو أنجبت أطفال ورحت وتزوجت هذه البنت يعني تنجب أطفال معاقين وحاملين للمرض ويكلفك معنويا وماديا، وهذا الزواج يعتبر غير آمن. زين دكتور، البنت أريدها، ما في حل؟ ماشي طريقة؟ ماشي حل، هذا يعتبر زواج غير آمن وهذا تطيبات عن الدم الوراثي، هذه توعية يعتبر حال المجتمع بالكامل، لأن في السلطنة انتشرت أمراض وراثية كثيرة وهذه الأمراض واجد كلفت الدولة وتكلف الشخص بالنفس معنويا. يعني كل شخص مقبل على الزواج من ضروري أنه يعمل هذا الفحص. من ضروري أنه يعمل الفحص قبل الزواج. شكرا دكتور. والله احسن، حياك الله. الحمد لله بخير. حياكم الله. كيف صحتك؟ الحمد لله. طيبين؟ نعم الحمد لله. الله يحييك. الله يحييك زايد. سلامات، اشوفك تهز راسك ومتضايق، عسى ما شر. وش اقول لك؟ انت اخو عزيز. خير ان شاء الله. قبل شويه الاسبوع الماضي كنت عملت فحص طبي ما قبل الزواج. ايوه خبرتني. ايه نعم. واليوم طلعت النتيجه، لكن نرضى بقضاء الله وقدره. خير ان شاء الله. النتيجه طلعت سلبيه، يعني طلعت انا حامل للمرض وطلعت البنت ايضا بمتقدمتها حامله للمرض. تعال تفضل. تعال، حياك الله. حياك. زين صالح؟ نعم زايد، هذا حسب ما سمعت انت من هذه الاخبار. سالفتك قايده شوي. قايده؟ نعم صحيح، لكن هذا قضاء الله وقدره، والانسان يسعى ويبذل قصارى جهدي عشان يعمل مثل هذه الفحوصات الطبيه اللي ما قبل الزواج. اكيد اكيد. نعم، وترى مثل ما خبرتك يعني طلع يعني ما في توافق ما بيني انا والمراه اللي خطبتها، يعني ايوه الاثنين حاملين للمرض. سبحان الله. والبنت حقيقة أنا راغب فيها إن نتزوج ونكون مع بعض. أكيد. ولكن هذا قضاء الله وقدره. وأنت خبرني ليش قايل؟ هذا خير، هذا خير حالك من الله صالح، وأنت اللي سويته هذا عين الصواب، والحمد لله رب العالمين إنك فحصت والبنت فحصت، أساس ويش ما يكون في المستقبل عبء عليكم. فعلا. أنا والله ويش أقول لك، نفس موضوعك لكن شوية متعقد. سلامات. أنا نفسي متقدم حال بنت عمي، ولكن ابوي ما راضي اني اسوي هذا الفحص، وعمي نفس الشيء ما راضي، فما اعرف وش الطريقه وايش الحل وايش اسوي، فقلت اروح مركز صحي عله وعسى اني القى حل. الحمد لله تلقى الحل، الحين انت في المركز الصحي وتنتظر مقابله الطبيب، والطبيب راح يوضح لك كل الاشياء ويقري لك ايضا هذا الفحص اللي ما قبل. بس صالح انا جاي بدون شورهم يعني. ترى هذا واقع، الحين انت في امر الواقع، الحين بعد شويه الطبيب بيشرح لك كامل الاشياء، ومثل ما يقال يعني الوقاية خير من العلاج. يعني تلحين الوقاية هذه لنفسك. أكيد أكيد. يعني قصدك إن أنا أتوكل على الله وأسوي الفحص؟ توكل على الله، وهذه بعض المطويات ما هو الشارحة على الأمراض الدم الوراثية، ممكن إنك أنت يعني هذا فيه جميع التفاصيل، جميع التفاصيل والمعلومات عن أمراض الدم الوراثية، ممكن إنك تفيد فيها أهلك وتفيد فيها أصدقائك وتفيد فيها أفراد المجتمع، وتكون أنت توعي المجتمع بهذه التوعية. قصدك نشر التوعية؟ نعم، وتثقيف المجتمع عن هذه أمراض الدم الوراثية. بالفعل بالفعل. نعم. وأنا يا صالح أتمنى أي شخص مقبل على الزواج أنه يسوي هذا الفحص. فعلا ضروري ضروري ضروري. فعلا، وذلك لغرض أو لهدف أنك إنجاب أطفال أصحاء في المستقبل، وأيضا تخفيف العبء النفسي والعبء الاجتماعي والعبء الاقتصادي للأسرة بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام. ولا يهمك ان شاء الله. ان شاء الله. وبارك الله فيك. جزاك الله خير. الحمد لله انك لقيتك اليوم وخففت عني عبء كثير، لاني صراحه جاي متضايق كنت. الحمد لله. سمعت كلامك وخبرتني عن الطبيب، الحمد لله الحين مرتاح وبدخل بنفس طيبه. والله يعطيك صحه والعافيه. الحمد لله. بخاطر شاعرنا. احسنت احسنت. بارك الله فيك.
كريم صباحنا صباح ممكن لا تو ما عارف كيف اقنع ابوي تو انا عمي ما عارف اقنع ابوي عاد كيف الطريقة وايش الحل ما شف فايدة ما عارف كيف داير راسي غير استغفر الله العظيم لا حول مقاتلها شوف شوف ادو هاي ادو الله ورسوله على مقاتل الاشجار شوف شوف الارض يابسه الارض يابسه مالك تو الوالد مالك مو هناك مو مالني انتهينا عندنا من العامل مخلنا كاك قاتل الاشجار قاتلين عطش قاتلين انا عرفوه رايح الله يهديه انا عرفوه راح يرعى الهوش واهين الهوش السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك الحمد لله كيف صحتك استريح استريح ما عرفوه رايح يمكن راح يرعى الهوش ولا شيء الخادم هذا العامل انا ما حنطف ربي غيره هو هذا لكن ما كذاك انا اشوفك تراني مهنن وفيك هم خير ان شاء الله مو هناك والله الوالد انا تتذكر الموضوع اللي كلمتك فيه قبل ايه من يوم هذاك اليوم وانا تفكير شاغل بالي وما عارف ما اسوي ومهموم واللي زاد الطين بله ان ود عمي ناصر رايح يخطب واشترط علي اهل بنت انه يروح يسوي هذا الفحص المبكر ويوم طلعت النتيجة طلع انه هو والبنت ما يتوافقوا ابدا لا حول ولا قوة لان الاثنين حاملين هذا المرض الوراثي هذا اللي زادني الطين بله ومخليني ما عارف ايش اسوي وكيف افكر والله بيني وبينك يا ولدي انا عمك ناصر خبرني بهالسالفة وانا في تفكيري اقول هذا خير حالهم الحمد لله رب العالمين زين يوم عرفوا الحمد لله وفحصوا زين يوم فحصوا تو ولدي ولا فحصوا بعدين وطيح الامراض فروسهم ماشي فايدة ترى هو في النهاية الاولاد يكون الضحية ايه نعم ايه نعم ولكن يا ولدي انا نصحك سير وفحص يعني انت راضي يا ابوي اني افحص ايه نعم راضي ما عندك مانع ما عندي مانع الحمد لله رب العالمين انا الحين ارتحت والحين الهم وكل شيء راح عني الحمد لله والله يزول الهم ان شاء الله على راسك الحمد لله رب العالمين وبعدنا نصحك سير زين وخبر اخوانك وربعك وانت بقى حد ما خبرنا ولا يهمك الوالد ايوه ايوه كاك باك وبعدين شيء سير فحص من تو ولدي عن زحمه ترى هذه لما هين هين طئن زحمه مارمو يا ابوي الله يهديك ترى تو المراكز متوفره والحمد لله رب العالمين واي مركز صحه تروحه ما لازم في البلاد حتى لو تروح مسقط وتروح شرق وغرب كل ساعه وخلص الفحص طلعت النتيجة ساعة؟ ايه الوالد ما يتأخر عف ما كذاك اقولك انا عندي شيء مو عندك؟ مو رايك نروح نفحص الباعة كنا الفواد حن الوالد شوية ايه لك لا تخبر لا تخبر امك الفواد شحمة ترى ايه لا تخبر امك انت عشل من الشيمة لا لازم اخبرها الوالد انا ما يستوي حلمو مالك تو انت تخلص انت عشل من الشيمة مالك الله يهديك تسجل بيونا يعني رايك ايه وان سجلوا وخبر اللجنة هذين مال العرس شيء عسى يسجلون رباعة